إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع مجموعة الفوائد الفقهية على منظومة القواعد الفقهية، نسأل الله عز وجل إتمامها على ما يحب ويرضى. سنتناول إن شاء الله عز وجل بعد كلامنا على مقدمة هذه المنظومة وما ستره يراعه علامة الشيخ صالح الأسمري نفع الله تعالى به في مقدمة هذه الرسالة وتناول جملة من مسائلها، سنتناول شرح القاعدة الأولى ألا وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وهذه إحدى القواعد الكلية التي اتفق عليها أئمة الإسلام قاطبة عبر العصور وعلى اختلاف المذاهب. يقول الناظم رحمه الله العلامة السعدي: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يقول الشيخ الأسماني حفظه الله تعالى تعليقا على هذا البيت: بهذا النظم استهل الناظم رحمه الله القواعد الفقهية التي ضمنها منظومته هذه، لأن هذه القاعدة هي أهم وأوسع القواعد، هذه القاعدة هي أهم وأوسع القواعد، وهي معدودة كما سبقت الإشارة إلى ذلك ضمن كبرى القواعد الكلية. وإحنا قلنا كبرى القواعد الكلية كام؟ خمس قواعد كلية. هل أحد من الحاضرين يذكر أحد هذه القواعد؟ لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. العادة محكمة. العادة محكمة. الأمور بمقاصدها. المشقة تجلب التيسير. هذه الخمس القواعد الكلية. طب بعض أهل العلم يعني استفاض في تفصيلها فصلها كم؟ 36. كم؟ 66. نعم. إحنا نقول طبعا الأصل إن هذه القواعد الخمس هي الخمس القواعد التي عليها مدار القواعد الفقهية بأسرها. طبعا احنا تناولنا في المقدمة فائدة دراسة القواعد الفقهية ومعنى القاعدة الفقهية والتفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية وأوجه الشبه بينهما والفوائد المرجوة والمؤلفات المذكورة في هذا الباب. فيقول هنا قوله رحمه الله: النية، قال الجوهري في الصحاح: نويت نية ونواة إذا عزمت. نويت نية ونواة إذا عزمت. فالنية في اللغة العربية هي العزم على الشيء. النية في اللغة العربية هي العزم على الشيء، وهذا الذي يقصده جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين تكلموا في مسائل النية. تمام؟ إذا لم يكن نتناول مسائل أو مباحث النية في كلام الفقهاء رحمهم الله عز وجل، يبقى نتناول مسألة العزم على الشيء. تمام؟ أما في كلام أهل التربية والإخلاص والسلوك يبقى النية لها معنى ثاني، يبقى المقصد النية لها معنى ثاني بمعنى الإخلاص لله عز وجل. إذا هناك فرق بين اصطلاح الفقهاء على معنى النية ومعنى أرباب السلوك والتربية في معنى النية. يقول: وأما في الاصطلاح فهي مرادفة للإخلاص. أما في الاصطلاح فهي مرادفة للإخلاص، إذ بينهما عموم وخصوص مطلق. بمعنى أن النية أعم مطلقا من الإخلاص. النية أعم مطلقا من الإخلاص. قد ينوي الإنسان ما يبتغي به وجه الله عز وجل، وقد ينوي ما يرائي به الناس، قد ينوي الإنسان تعاطى الله عز وجل، وقد ينوي معصية الله عز وجل. أما لا نقول أخلص في الرياء ولا نقول أخلص في المعصية. هذا وجه الإيه؟ العموم والخصوص بينهما. يقول: وبينهما عموم وخصوص مطلق. فالنية أعم مطلقا من الإخلاص، فتشمل نية الرياء ونية الشرك والإخلاص والطاعة والمعصية والسنة والبدعة إلى آخر هذا. والإخلاص أخص من النية. الإخلاص أخص من النية لأن معناها إخلاص النية من شوائب الشرك وسائر الرياء والمرادات لغير وجه الله تعالى، وإفراد الله تعالى بالقصد والإرادة. وإفراد الله تعالى بالقصد والإرادة. ثم يردف قائلا: اعلم رحمك الله أن الفقهاء ذكروا للنية شروط صحة. أن الفقهاء ذكروا للنية شروط صحة لا تصح النية إلا به. النية حد ذاتها شرط لجميع الأعمال، تمام؟ ولكنها هي لا شرط، لا تكون نية صحيحة معتمدة معتبرة إلا بهذه
الشروط. أول هذه الشروط الإسلام، إهلالية للكافر. أول هذه الشروط الإسلام، وضده الكفر بأنواعه وصوره، سواء كان كفر الاعتقاد أو كفر العمل أو كفر الألفاظ والكلمة. وكل هذا من فيه ما يخرج به العبد من الملة وفيه ما لا يخرج من الملة. أما تقسيم الكفر هكذا جملة أن العملية ليس بمخرج من الملة وأن الاعتقادية مخرج من الملة، فهذا تقسيم لا يخلو من نظر. فمن كفر العمل ما هو يخرج من النية من الإسلام ومن الملة باتفاق، كالسجود للصنم اختيارا وتمزيق المصحف ووطئه بالأقدام أو سب الله عز وجل أو سب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قصدا واختيارا أو النطق بكلمة الكفر قصدا واختيارا، هذا من جملة أعمال الجوارح التي يكفر بها العبد دون النظر إلى هل هو مستحل أو غير مستحل، على خلاف ما يظنه بعض غلاة المرجئة من أهل زماننا وممن ينسبون كلامهم ظلما وزورا لمنهج أهل السنة والجماعة، ومنهج أهل السنة والجماعة من ذلك في صدر ولا ود. فبنقول أن الكفر كفر، كفر أكبر مخرج من الملة ويقع بالقول والفعل والاعتقاد، وكفر أصغر غير مخرج ويقع بالقول والفعل والاعتقاد. إذا من كفر الاعتقاد ما لا يخرج من الملة، ومن كفر القول ما لا يخرج من الملة، ومن كفر العمل ما لا يخرج من الملة. نعم الغالب في كفر الأعمال وكفر الألفاظ أنه ليس مخرج، ليس مخرجا من الملة، تمام؟ هذا الغالب، ولكن منه ما يخرج من الملة. والغالب على كفر الاعتقاد أنه مخرج من الملة وإن كان منه ما لا يخرج من الملة. فالضابط أننا ندور مع الدليل حيث دار ونعتمد كلام العلماء الأوائل من السلف رحمهم الله تعالى. أولا أول شرط من شروط هذه النية ألا وهو الإسلام، وضده الكفر بأنواعه قولا كان أو اعتقادا أو عمل، إذ لا يتصور نية التقرب والإخلاص من غير المسلم. إن سائر الأوامر يشترط فيها النية والإخلاص، ما من عمل يتقرب به العبد إلى الله إلا ويشترط فيه النية وإخلاص العمل لله، كيف يحصل هذا من كافر؟ تمام؟ ولذلك هذا فيه تنبيه على كلام بعض جهال المسلمين، يقول لك ده صاحبنا النصراني ده كويس طيب جدا بيصوم معنا رمضان حتى وإن صام، حتى وإن صامه إنما يصومه مصانعة ورياء لأصحابه المسلمين، وما ورد على قلبه يوما أن يخلص بجوعه وغمائه لله. حتى لو فرضنا أنه أمسك من الفجر إلى المغرب، ولكنه كذب يعني مدعين هو معاه في ساعات العمل، وبعدين هو ما هو بيخرج وبيجي وبيروح وبيقعد، انت ليس لك عليه سلطان ولا رقابه. حتى ولو فرضنا ان هو خد الموضوع جد وامسك من الفجر الى غروب شمس اليوم عن جميع المفترات عند المسلمين، ايكون بذلك يعني متقربا؟ لا، لا يكون بذلك متقربا الا اذا نوى بذلك الاسلام، ولا بد له من الكلمه لان الصوم مجردا قد يشتبه بين عبادات المسلمين وغير المسلمين. اما بعض العبادات التي تستقل في الاسلام كالصلاه، يكبر ويقف في المسجد ويقرأ ويركع ويسجد، هذه يثبت بها الإسلام على الصحيح وإن كان في المسألة نزاع في دار الإسلام. أما في دار الكفر فيثبت بها الإسلام إجماعا، الصلاة في دار الكفر من رأيته يصلي في دار الكفر صلاة المسلمين يؤذن أذان المسلمين خاصة الصلاة، هذه يثبت بها في حقه الإسلام من غير نزاع، حكاه الإمام إسحاق البرهوي رحمه الله تعالى. فقال لنا أول شرط من شروط النية ألا وهو الإسلام. الثاني التمييز وضده أمران. الثاني التمييز، إذ لا نية لمميز أصلا، ويضاد التمييز أمران، يضاد التمييز أمران. الأمر الأول ذهاب العقل بالجنون والعتى، ذهاب العقل بالجنون والعتى، المعتودة اللي هو بمعنى عبيط، إنسان يعني لا يحسن يتصرف تصرفا يعني منبعث من نية ومن قصد. فهذا أحد مضادات الإيه؟ أحد مضادات التمييز. فمن كان متلبسا بضد التمييز ألا هو الجنون والعتى لا نية له، فلا ينعقد منه عمل ولا ينعقد في قوله عقد من عقود البيعات. الثاني الصبا، الصبا تمام، الصبا اللي هو دون التمييز، وهو من قل إدراكه للأشياء فلا يميز بين أصنافها. ولد عنده 4-5 سنين هو ناصح وبيتكلم وكلام من كده، بس ما يقدرش ينوي الإقبال على الله عز وجل أو يصانع الناس بأعماله، هذا لا نية له. حد الحنابلة رحمهم الله التمييز بسن 7، مشهور يقول التمييز سنه كم سنة؟ يقول 7 سنوات. هذا كلام الحنابلة رحمهم الله عز وجل وليس موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى. بيقول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأمور أو الأباء بقوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فقالوا إن هو ده الحد الأدنى للأمر بالإيه؟ للأمر بالصلاة، فقالوا إن هذا حد الأدنى للتمييز، لكن نقول إن هذا الأمر أغلبي، هذا الأمر أغلبي، فقد يميز الطفل قبل 7 بسنة أو بشهور.
يقول ثالثها ألا يجهل المنوي. يبقى الأول الإسلام، الثاني التمييز، الثالث ألا يجهل المنوي. أو نقول العلم بالمنوي. العلم إيه اللي أنت بتنويه؟ العلم بالمنوي أو ألا يجهل المنوي، وذلك بأن يكون معلوما عند الناوي. يعني هو عنده في ذاكرته، عنده في عقله ما سينويه، ثم ينوي، لأن النية عمل قلب مجرد. النية عمل قلب مجرد، لا دخل للنطق ولا للتلفظ بها، بل النطق والتلفظ بها بدعة منكرة ليست من هدي السلف رضي الله تعالى عنهم، ولم ينص عليها إمام من أئمة الفقه المعتمدين. يقول حيث لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به. رابع هذه الشروط، شروط الايه؟ شروط النية ألا يحدث مناف أو ألا يحدث مناف بين النية ومنويها. ألا يحدث مناف بين النية ومنويها. بيقول كالردة بعد إيمان، نعوذ بالله. واحد انتوى طاعة من الطاعات ثم ارتد كافرا، تنفصل هذه الطاعة وتفسد لإيه؟ لانفصال النية التي ركن العمل أو شرطه كما سيتبين عن العمل الذي لابد له من النية. يقول كالردة بعد إيمان، فلو نوى المسلم المميز الصلاة لكن ارتد قبل إيقاعها. نعوذ بالله، أمر وارد، أمر وارد. الفقهاء بيفرضوا مسائل قد يستصعبها الطالب بداية الأمر، ولكن إذا ما نظر لواقع الناس وتحرك في دنيا الناس وجد العجب العجب، تمام؟ فممكن يجمع قلبه وينتوي قبل أن يكبر يكفر. ها؟ نسأل الله العافية. يقول فلو نوى المسلم المميز الصلاة لكن ارتد قبل إيقاعها فإن عمله فاسد. وفي قول الناظم رحمه الله النية شرط لسائر العمل، دلالة بينة على أن المقصود بذلك كل عمل كانت النية شرطا له. يبقى هنا كلمة العمل تستغرق جميع الأعمال من الطاعات والمباحات والمعاصي وغيرها، أم يعني نوعا خاصا من الأعمال؟ فكلمة العمل أو الأعمال هذا لفظ عام صح، لكنه يريد به خصوص بعض الأعمال، يريد به خصوص أعمال معينة، ألا وهي أعمال القرب والطاعات. فهنا بيقول لنا وفي قوله هذا دلالة بينة على أن المقصود بذلك كل عمل كانت النية شرطا له، وهذا أمر متفق عليه، فقد نص على ذلك العز في القواعد. العز مين؟ ولا العز بتاع الحديد؟ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. نعم، هذا ممن تشرفت مصر بزيارتهم. الإمام العز بن عبد السلام هو أصلا من أهل الشام، ولكن استوطن مصر في آخر حياته رحمه الله. يقول في كتابه القواعد، قواعد الأحكام، وجعله يقول نص على ذلك العز في كتاب القواعد، وجعله القرطبي في تفسيره واجبا، وجعله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرضا، تمام. قال صاحب الدين الخالص من هو؟ لا، كتاب الدين الخالص هو عالم هندي، هم مش عربي هندي. وحيد الدين خان. وحيد الدين خان مش خان بس. قال صاحب الدين الخالص لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط الإخلاص والنية لسائر العمل. لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط الإخلاص والنية لسائر العمل، ولا يختلف الفقهاء في أن العمل الذي يراد به التقرب إلى الله عز وجل لا بد من الإخلاص فيه. وحكى على هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله والموفق ابن قدامة في كتابه المغني وغيرهما. وإنما اختلف في الأعمال التي يراد بها التقرب. نعم نعم، وإنما أحسنت، وإنما اختلف في الأعمال التي لا يراد بها التقرب. نعم، يبقى الأعمال التي لابد التي يراد بها التقرب لابد فيها من نية بإجماع، ثم اختلف في غيرها من الأعمال التي لا يراد بها التقرب ولا يرجى من ورائها ثواب، كالعادات والتروك. واحد بيعتاد أكل شرب لبس نوم ذهاب خروج عمل إلى صعود نزول، ها تروك لا يفعل كذا ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا، هل لابد لها من نية؟ يقول وجمهور الفقهاء رحمهم الله على عدم اشتراط النية المشار إليها آنفا، على عدم اشتراط النية المشار إليها آنفا. وقالوا لا ينال الإنسان ثواب ترك المحرم ولا عمل المباح إلا بنية صحيحة. لا ينال الإنسان ثواب ترك المحرم ولا عمل المباح إلا بنية صحيحة. أما كونه تاركا فالترك لا يفتخر إلى نية، لأن هناك ترك المقصود وترك غير المقصود. واحد بيترك الشيء ذهولا عنه، يعني ما خدش باله منه فما بيعملوش، أو لا يعرفه أصلا،
يعني نوع من انواع المعاصي السوبر مثلا الجديده اللي عماله تتطور كل وقت، في ناس ما تعرفهاش ابتداء، فكونه تاركا لها من غير قصد هو تارك في الجمله ولا لا؟ تارك. اما كونه مثابا على ذلك الترك، لا، لا يكون مثابا على ذلك الترك الا بالترك المقصود، يقصد تركها طاعه لله عز وجل. كذلك الاعمال المباحه، بياكل بيشرب وخلاص، ليس في الاكل مجردا ثواب، ولا في الشرب مجردا ثواب، ولا في 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 لبس الثياب او يعني الخروج الى العمل، ما فيش هذا ثواب مجرد الا اذا نوى بها ما يستعان به على طاعه الله عز وجل. يقول: اما الترك الصرف ومباشره المباحات كالاكل والشرب والنوم فلا يشترط فيه نيه الا بذلك القصد، اي بقصد الثواب، اي بقصد الثواب. واعلم ان اهل النظر يفرقون بين نيتين، اعلم ان اهل النظر يفرقون بين نيتين، بين نيه صحه دي وقبول العمل، وبين نيه ايجاد العمل. الكلام دقيق جدا ما شاء الله طيب الله، والرجل يعني يختصر علينا الطريق، لان المسائل دي مبثوثه في مباحث كبيره جدا وفي مؤلفات لا تحصى كثره، فهو اتى لك بخلاصه الخلاصه في ورقات واسطر معدوده. فبيقول لنا العلماء رحمهم الله تعالى من اهل الفقه والنظر يفرقون بين نيه صحه وقبول العمل وبين نيه ايجاد العمل. يعني ايه نيه ايجاد العمل؟ كن انا اصلي عشان اصلي، تمام؟ فاتي بصوره العمل واتي بقصد الصلاه، هذه دون غيرها، فرضها دون نفلها، حاضرها دون مقضيها، الى اخره، انا بستحضر الاعمال دي، فهذه نيه الايجاد. اما كون ان انا اثاب على هذا العمل او لا، هذا موضوع ثاني. الثواب والعقاب دي مساله ثانيه خالص. فقد يقع العمل سليما صحيحا ولا يكون لصاحبه ثواب اصلا، تمام؟ لان كل اللي حصله، كل اللي بذله من مجهود، هو نيه ايجاد العمل عنده خلاص. اما نيه الثواب دي لها مساله ثانيه. فهنا بيقول: فاما الاولى نيه الصحه والقبول فسبقت، اللي هي الايه؟ الاخلاص واراده وجه الله لا غير بهذا العمل. انما نطعمكم لا لغيره، انما حصر وقصر، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك انت لما تيجي تعمل معروف في الناس ما تنتظرش ثواب المعروف ده من الناس، والا يحبط عملك. وممكن العمل يكون صحيح، صدقت، اه تصدقت، طلعت زكاه مالك، ايوه طلعت زكاه مالك، عملت معروف في انسان، ايوه اتحصل المعروف. اما كون مراد به وجه الله عز وجل، دي مساله. يبقى انت في الاصل تعمل العمل وتخاف ان يرد عليك، حتى وان كنت قد استوفيت شروط القبول الظاهره او شروط الصحه الظاهره، تمام؟ يقول: اما الاولى فقد سبقت، الا وهي نيه الاخلاص واراده وجه الله تعالى، واما الثانيه وهي التي بمعنى العزم، فهي تصحب كل عمل اريد به التقرب اولا. ها؟ لا مش اولا، اولى. يقول هنا: واما الثانيه وهي التي بمعنى العزم، فهي تصحب كل عمل اريد به التقرب او لا. تمام؟ معلش عشان الطبع مقربة الكلمتين من بعض جدا. لأنها في الحقيقة قوة النفس التي تعزم على مباشرة الشيء بالجريحة. النية هي نية الإيجاد. نية الإيجاد إيه هي؟ بيقول: قوة النفس التي تعزم على مباشرة الشيء بالجريحة، الجريحة اللي هي الأعضاء يعني. وهو ما يسمى بإرادة الفعل، وهي سابقة له. أو ممكن نقول سابقة عليه. قوله: شرط لسائر العمل. الشرط بسكون الراء المهملة هو القطع. شرط، شرط شرط حاجة كده قطعها، ده لغة. يقول: ومنه سمية آلة البتر والقطع مشرطا. المشرط اسمه مشرط علشان بيقطع، بيشرط الحاجة. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم، ولا عدم لذاته. شرط ما يلزم من عدمه العدم. أقرب مثال سهل جدا جدا متفق عليه بين الفقهاء: الوضوء للصلاة. يلزم من عدمه العدم، ترجم بقى. يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، واحد محدث أو جنب كيف يصلي؟ حتى وإن ركع وسجد 1000 ركعة، تكون هذه صلاة معتد بها؟ لا. تمام؟ يبقى إحنا بنقول دلوقتي ما يلزم من عدمه العدم، عدم الشرط يبقى انعدم المشروط، عدم الوضوء يبقى انعدمت الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من مجرد الوضوء، ها جمهور الجالسين متوضئين الان، يلزمك انك طول ما انت متوضئ تصلي 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 لحد الوضوء يتنقض؟ لا. طب يلزمك ما تصليش؟ برضه لا. هذه معنى لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهاره مع الصلاه فانها شرط لها. وهذا الحكم نص عليه العز بن عبد السلام سابقا في القواعد، وجعله صاحب الدين الخالص اتفاقا. وهو كذلك ان شاء الله. يقول: وهذا على التفصيل السابق من التفريق بين نية إيجاد العمل ونية الصحة والقبول وإرادة التقرب وعدمها.
النية شرط لسائر العمل. قوله لسائر العمل يقول فيه إشعار بالعموم. سائر من ألفاظ العموم والشمول. وكمان العمل ألف ولام الاستغراب تدخل على اسم الجنس بتفيد العموم والشمول. يبقى شكل الكلام كده بيقول النية شرط لسائر الأعمال سواء كانت قرب وطاعات أو غيرها. يقول أي فالنية شرط فيه ويقدر فيه مما تشترط له النية أو مما تشترط فيه النية. يبقى النية شرط لسائر العمل النية الذي تشترط له النية. تمام؟ بس مش هيبقى شعر بقى لو أخذ النية شرط لسائر العمل الذي تشترط فيه النية. هو فين الشعر؟ هذا اللي كان راح يعزي واحد من الحمقى والمغفلين يعني، فعايز يقول له البيت الشعر المشهور يعني ان اخوك يعني الموت موت يعني، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت وحيده. تمام؟ فراح هم ده بيعزيه يعني اصبر واحتسب ربنا يجرك الى اخره. فالتاني عايز يقول له بقى بيت شعري وسيم، يقول له ومن لم يمت بالسيف مات بغيره او خر من فوق السطح او غرق في البحر او مات مقتولا او محروقا او بطريقه اخرى لا نعرفها. وفين الشعر؟ راح منا فين؟ فهنا بنقول دلوقتي هو بيقدر هذا الكلام يعني معنى بطن الشاعر زي ما بيقولوا يعني. النية شرط لسائر العمل أي عمل، قلنا هذا عام أريد به الخصوص. لفظ عام ولكن أريد به خصوص العمل الذي يتقرب به إلى الله مما تشترط فيه النية. لتخرج العادات والتروك وإذا لم يرد بها الثواب. إذا لم يرد بها الثواب. تمام؟ طب إذا أريد بها الثواب تدخل ولا لا؟ لسه الكلام الكلام. يقول النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. قال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحمه الله تعالى صلاح القلب بصلاح العمل، صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. والمعنى أن الأعمال التي يشترط فيها النية كجملة العبادات وما أريد به التقرب لا يكون صالحا إلا بنية صحيحة ويفسد بفسادها. لا يكون صالحا إلا بنية صحيحة. إيه النية الصحيحة؟ التقرب ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ويفسد بالنية الفاسدة. والأصل في ذلك الحديث المتفق على صحته الذي رواه الشيخان في صحيحهما، رواه الشيخان في صحيحهما من حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات في قوة أن يقال أو أقوى من أن يقال لا عمل إلا بنية. كأنه قال كده إنما الأعمال بالنيات، كأنه قال أو في قوة أن يقال لا عمل إلا بنية. تمام؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول واعلم أن القاعدة المشار إليها آنفا أو التي أشار إليها المصنف رحمه الله صيغتها عند الفقهاء الأمور بمقاصدها. وصفها زي الإمام السعد رحمه الله النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. كل الشطر الطويل ده أو البيت الطويل من شطرين ده خلاصته عند الفقهاء أو عند العلماء القواعد الأمور بمقاصدها. يقول والأمور واحدها أمر وهو الشأن والحال كما قال أئمة اللسان لغة يعني. والمقاصد واحدها مقصد وهو بمعنى النية والعزم، وهو بمعنى النية والعزم. تقول قصدت كذا إذا عزمت عليه ونويته أو نويته. وهذه القاعدة اتفق عليها الفقهاء كما حكى ذلك السيوطي رحمه الله وابن نجيب. السيوطي مذهبه إيه؟ شافعي. وابن نجيب حنفي. طيب كويس. رحمهما الله تعالى في كتاب الأشباه لهما، كل واحد منهم اسمه كتاب له اسمه إيه؟ الأشباه والنظائر لابن نجيب الحنفي المصري والسيوطي الحنفي المصري أيضا رحمهما الله تعالى. وها هنا مسائل تتعلق بما سبق. المسألة الأولى في محل النية والقصد. محل النية والقصد ما موضعها ومحلها وما آلاتها، يعني بما ينوي الإنسان. ينوي إزاي؟ نويت أصلي لله العظيم 4 ركعات حضرة مستقبلة جماعة خلف الشيخ فلان الفلاني شارع كذا بطاقة يميني وشمالي. أنت بتحدد مواقعك الجغرافي المسألة مش كده. تمام؟ ليس هذا، إنما نقول اتفق العلماء رحمهم الله على أن القلب محل النية وموضعها وجعلوا ذلك شرطا في النية. قال النووي رحمه الله تعالى بلا خلاف، هذا الكلام اللي احنا قلناه بلا خلاف، وكذا قال ابن تيمية رحمه الله عز وجل. ثم اختلفوا في استحباب التلفظ بها على قولين هما رواية في مذهب أحمد رحمه الله وغيره، والأكثر على عدم الاستحباب قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أكثر أهل العلم على عدم الاستحباب بل على عدم المشروعية أصلا، اللي هو التلفظ
بالنية. واحتج القائلون بالاستحباب، استحباب ايه؟ تلفظ. ها، واحتج القائلون بالاستحباب بالخبر والنظر، يعني دليل عقلي ودليل نقلي. الخبر اللي هو الدليل العقلي، النقلي اللي هو الدليل الاثري المنقول، والنظر اللي هو الدليل الايه؟ ابن العقل. يقول: اما الخبر فتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لعمرته وحجته، او لعمره وحجه صلى الله عليه وسلم، لعمره جمع عمره، تمام؟ وذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي لما كان بيجي يعني يبدا العمره يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حج، قالوا دي نيه، ما هو بيجهر تلفظ بها ولا لا؟ هذا وجه الاستدلال عندهم. قالوا: في ذلك دلاله على التلفظ بها، حيث يقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجه وعمره، ها، فيقاس على ذلك غير الحج من العبادات المختلفه. ده دليل النقل بتاعه، او دليل الايه؟ الاثري او الخبر. اما النظر فقالوا: ان اجتماع جارحتين في عمل اكد واولى من عمل جارحه واحده. كنا لنا اجمع القلب واللسان مع بعض في توجيه الفضل لله سبحانه وتعالى اولى واحسن من ان انا اختصر على القلب بس. يبقى انا قمت بعبوديتين اثنين، عبوديه القلب وعبوديه اللسان. كلام شكله حلو ازاي وجميل، ولكنه مردود، ولكنه مردود. ولكن هذا من انصاف اهل العلم، هذا من انصاف اهل العلم، يقولون ما لهم وما عليهم، ويذكر كلام المخالف يمكن بما لا يعرفه المخالف، ويفنده ويرد عليه كلمه كلمه. اما اهل الاهواء فلا يذكرون الا ما لهم فقط، تمام، او ما على خصومهم فقط. انما اهل الانصاف واهل الاعتدال يذكر ما له وما عليه، وما لخصمه وما عليه، تمام، حتى انه ليذكره بمذهبه الذي ذهل عنه. لا لا، بالتنسيق ده، انت بمذهبك الحته الفلانيه وكلام ده صح، تمام، وانا مع المساله استدلالا بما عليه امامك وكلام ده صح، انصاف، لان من بركه العلم ايه؟ نسبته الى قائله، تمام. يقول: فقالوا: اجتماع اللسان والقلب بالتلفظ بالنيه اكد واولى من انفراد القلب بها، ولكن هذه الحجج مردوده. اما الخبر الذي ذكروه في تلبيه النبي في العمره والحج ففرق بين التلبيه والنيه. التلبيه ذكر، اما النيه عمل القلب المجرد، زي التكبير في الصلاه الله اكبر، هو ده النيه؟ لا، ده تكبير الايه؟ ده تكبير الافتتاح، تكبيره الاحرام، تمام. يبقى هنا التكبير ده ذكر مستقل تفتتح به الصلاه، اما النيه فهي عمل القلب، هي سابق على التكبير، هي سابق على التكبير. قول النبي لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجه، هذا ذكر يفتتح به النسك، اما النيه محلها القلب، مالناش دعوه بلبيك دي، لبيك دي مش نيه، تمام، لبيك دي ذكر زي التكبير في الصلاه بالظبط، تمام. يقول: اما الخبر ففرق بين التلبيه والنيه، فالتلبيه شعيره النسك، وهي تحدث بعد نيه العمل. التكبير شعيره النسك، تحدث بعد نيه العمل اللي هي اتحصلت بالايه؟ بالقلب، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى العمرة أو نوى الحج قلبا، وأحرم بذلك قبل التلبية، ثم بعد ذلك تلفظ بذلك الذكر الذي علمه أمته صلى الله عليه وسلم. والأصل في النية أن تصحب العمل، والأصل في النية أن تصحب العمل. ويدل على ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أنكر على رجل قال، الرجل بيقول يعني: اللهم إني أريد حجا أو عمرة. ها، ابن عبد الله بن عمر قال: تقول كده ليه؟ الإرادة مش أنا أريد، قول لبيك، قول لبيك زي ما النبي قال، هو ده الذكر، تمام؟ ما تقولش نويت الصلاة، قول الله أكبر، والقلب الذي يقول، القلب الذي يعقد هذا المعنى. فأنكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما على الرجل الذي قال: اللهم إني أريد حجا أو عمرة. قال ابن رجب في شرح الأربعين، وهذا خبر صحيح عنهم رضي الله تعالى عنه. أما النظر فهو إعمال الرأي في غير محله. نظر اللي هو إيه؟ نظر القائلين بجواز أو باستحباب التلفظ بالنية نظرا في مسألة إن أنا بجمع اثنين يبقى أحسن من واحد، فبقول: أما النظر فهو إعمال للرأي في غير محله. مش موضع للرأي، ليه؟ لأن محل الرأي حيث لا نص، وإذا ما ورد النص وورد الدليل فلا عمل للرأي هنا. يقول: إذ الأصل في العبادات التوقف. الأصل في العبادات التوقف، ما هيش بما أن إذا مش استنتاجات ومحصلات وقواعد نظرية عقلية، لا، المسألة مش كده. يقول: الأصل في العبادات التوقف، ولو كان الأمر مستحبا لعملت به القرون الخيرية الفاضلة، تمام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنفع هدي الايه؟ زاد المعاد في هدي خير العباد: لم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه رضوان الله تعالى عليهم ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين أنهم تلفظوا بالنية أو رأى أحد منهم استحبابها، أو رأى أحد منهم استحبابها، ولذلك جزم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ببدعية ذلك،
وقال بذلك جمهرة من المالكية، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة رحمه الله تعالى. يبقى المسألة الأولى محل النية والقصد إيه هو؟ القلب، ولا دخل للسان فيها. المسألة الثانية في وقت النية، متى ينوي؟ ومتى ينوي فيكون قد حصل الشرط المطلوب في قول النبي إنما الأعمال بالنيات؟ يقول الأصل أن النية تصحب العمل من أول وقته حكما لا حقيقة، من أول وقته حكما لا حقيقة. أما الحقيقة فظاهرا، وأما الحكم فمثاله كأن ينوي المكلف صلاة العصر وهو يتوضأ وضوء الصلاة ولم يحدث بعد هذا الوضوء ما ينافي جنس الصلاة، ثم شرع في صلاة العصر دون حضور الذهن لنية، فإنه ناوي حكما. هو كده شكله كده من جهة الحكم ناوي، لأنه توضأ لها وخرج إليها واستقبل القبلة بشأنها وكبر، كل ده بيعمله ليه؟ عشان صلاة العصر. تمام؟ يقول فإنه ناوي حكما، وهذا كله في العبادات المؤقتة بوقت وكانت مفروضة وواجبة كالصلوات الخمس. أما النوافل فالأمر فيها واسع، أما النوافل فالأمر فيها واسع، فقد ينوي الصيام النفل المكلف من وسط النهار. فين الفاعل وفين المفعول؟ قد ينوي الصيام النفل المكلف. قد ينوي المكلف الصيام النفل وسط النهار. طبعا احنا اتكلمنا في مسألة النية دي وسط النهار وازاي بتيجي واختلاف العلماء فيه، واحنا قلنا ان العلماء في مسألة تبييت النية في النافلة على كم قول؟ على قولين، منهم من يشترط تبييت النية في النافلة ايضا من الليل، وهم المالكية والظاهرية، انه لا صيام الا بنية من الليل، لعموم قول النبي من حديث حفصة وبعض أزواج النبي لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، او لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا عام، لا صيام هذا عام، لان دي نكره في سياق النفي تفيد العموم. يبقى لا صيام فرض ولا نفل ولا نذر ولا قضاء باي صوره من الصور الا بتبييت نية من الليل. الناس الحديث بيقول كده، هذا ظاهر دليل الحديث. الجمهور قال لهم ماشي، هذا مستصحب في كل الايه، في كل صيام واجب. اما النافله فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يصبح في بيته في اهل بيت في بيوتات ازواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن، فيسال هل عندكم من طعام؟ فيقولنا لا، فيقول ان ساصوم اذا او اني اذا صائم، ساصوم اذا او اني اذا صائم. فقوله ساصوم اذا اي ساحدث وانشئ صياما من الان، وقد كان اصبح مفطرا او ناويا الفطره صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التوسعه، لان الايه؟ النافله مبناها على التوسعه، مبناها على التوسعه والتخفيف وليس الايه؟ التضييق والتشديد. يقول اما النوافل فالامر فيها واسع، فقد ينوي الصيام النفل المكلف من صيام من وسط النهار بعد ان كان ممسكا لحاجه او عذر. لا ينوي بذلك الامساك صياما، يعني هو كان ما فيش اكل، ناسي الاكل، مشغول الى اخره، ويدل على ذلك ما صح عن النبي انه كان ياتي على بيته فاذا لم يجد عنده طعاما قال اني صائم. والمساله في المبحث الذي ذكرناه. طب من امتى بقى يبدا يعتد بالصيام لو نواه في اثناء النهار؟ جمهور العلماء قالوا انه ينتوي قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس، زوال الشمس اللي هو في كبد السماء الظهر يعني. تمام؟ قال لك قبل الزوال، لان غالبا جابوها من اغلبيه تناول الفطور في صبيحه اليوم، وغالبا الناس بتفطر قبل الظهر، ده غالب الناس على طريقه الخواجات المعاصرين الان يفطر الساعه 3 العصر ويفطر الساعه 5 المغرب، هو مش صايم اصلا. ليه؟ لان هو بيصحى الساعه 4، ما هو نايم الساعه 7 الصبح وبيصحى الساعه 4، تمام؟ لا ظهر ولا عصر ولا صلاه ولا كلام من ده، ويصحى يجهز الفطار. تمام؟ والتاني يقول له ده نزل الصبح بدري الساعه 5 العصر. الصبح بدري سائل لي عماله بتعشين ازاي؟ هذا كلام انا بسمعه حقيقه، ده الصبح بيبدا عندهم الساعه 4 على بيبدا يصحى في شبه الكفافيش، طول النهار نايمين وطول الليل صاحيين، لا يرون ضوء الشمس الا ساعه الايه؟ الاحتضار بقى، وهيقع. تمام؟ فهنا الغالب من كلام الفقهاء ما بيجيبوش الكلام من الهوى، بيقولوا النبي بيقول هل عندكم من فطور؟ كثيرا ما كان يصبح والصباح من اول النهار الى ما قبل الزوال. قال لك يبقى هنا دلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لنا استحضار النيه في ايام النافله قبل زوال الشمس. لكن الامام احمد رحمه الله تعالى يقول ان هذا الامر ليس شرطا، ليس شرطا. احدى روايات مذهب الامام احمد يقول انه لو انتوى قبل غروب الشمس بساعه ما لم يتناول مفطرا فصيامه صحيح، وهل يقتل له الصيام من اول اليوم ولا من ساعه ما صام؟ بس نزاع بين اهل العلم والاشبه في اصول احمد رحمه الله تعالى انه يكتب له اليوم باسره، يكتب له اليوم باسره، وذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء. المساله الثالثه وهي ان النيه تنقض بالمشاركه او الاشتراك. النيه تنقض بالمشاركه او الاشتراك اذا كان يقصد به التقرب او الثواب.
يعني العمل اللي انت بتقصد به التفرق او الثواب مع نيه التفرق او الثواب دخلت نيه ثانيه بطل الايه القصد الذي قصدته. وهذا ما يسمى بمسائل مصاحبه الرياء للعمل. مصاحبه الرياء للعمل. يقول والحق ان فيه تفصيلا نص عليه الامام احمد وابن جرير الطبري رحمهما الله تعالى، وقرر ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وحاصله أن العبادة إما أن ينبني آخرها على أولها، وإما أن تكون منفصلة مجزأة. عايز مسألة واحد وهو بيعمل عبادة معينة طرأ عليه الرياء في نص العبادة، في أولها، في آخرها، في تلتها، في ربعها، ثم انساقط في هذا الإيه؟ الوارد. الرياء هجم عليه، ها فدافعه، خلاص كده إيه؟ طلعنا الحمد لله، نجونا بفضل الله، عدنا في المسألة. يبقى مجرد نوع من أنواع النزاعات النفسية وعدت لا تفسد العمل. الدور الباقي على من؟ هجم عليه داعي الرياء فدافعه فهرب له وانساق مرائيا في باقي العمل. هل يفسد العمل بالكلية؟ ها؟ أم يفسد جزءه؟ المسألة فيها تفصيل بقى. هنا الكلام اللي بيقوله ابن رجب رحمه الله تعالى، حاصله أن العبادة إما أن ينبني آخرها على أولها، يعني لا تقبل التبعيد، ما ينفعش تتحدث ولا تتجزأ، وإما أن تكون منفصلة مجزأة. مثال الأول الصلاة، واحد بيصلي ركعتين، فالثانية مبنية على الأولى، والتشهد مبني على السجود، والسجود مبني على الركوع، والركوع مبني على القراءة، تمام؟ يعني أبعاد الصلاة مبنية على بعضها، تمام؟ ما نتصورش جزء صلاة لوحده كده، واحد بيركع وخلاص، أو واحد بيتشهد بس، مش أو واحد بيسلم من غير تكبير ولا ركوع ولا سجود، أو واحد بيكبر ويروح ماشي كده، لا، الصلاة أبعادها يعني ينبني آخرها على أولها. يبقى مثال الأولى الصلاة، ومثال الثانية الحج أو الصوم في الأيام المتعددة. يبقى الحج في مناسك منفصلة، المبيت في منى مش مرتبط بالوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة مش مرتبط بالمبيت بمزدلفة، رمي الجمار مش مرتبط بالنحل، والنحل مش مرتبط بالقص، كل دي مناسك منفصلة، فدي أبعاد، تمام؟ وأشبه من هذا إن إنسان أراد أن يتصدق بجملة من مال، قال أنا هتصدق اليوم ب 100 جنيه، كل ما قابل فقير هديله 10 جنيه. تمام؟ يبقى هيعدي على 10 كام فقير؟ 10 أظن، فأخلص بالأول والثاني والثالث وهجم عليه الرياء في الرابع فدفعه فغلب. بدأ يرائي من الرابع لحد الإيه؟ لحد العاشر. هنا بقى يبقى فيه العمل يقبل التجزئة في التصور ولا لا؟ يقبل التجزئة. يقول فأما الأولى فإما أن ينوي صاحبها بها غير وجه الله تعالى أو مع الله آخر. ينوي مع الله آخر، يعني ابتداء أن يعملها خالصة رياء لا شوب فيه كده من بابه يعني، وإما أن يبقى لله وللوطن مع بعض. تمام؟ فهذه باطلة باتفاق ولا يكاد يفعله مؤمن. وإما أن يصحب الرياء أصل العمل، وإما أن يصحب الرياء أصل العمل، فالصحيح من قولي أهل العلم أن العمل باطل، يعني الرياء أول ما جه دخل في الافتتاح فسد العمل. لأن المبني على فاسد فاسد، لأن المبني على فاسد فاسد مثله. ماشي؟ وأما أن يعرض الرياء للعمل في أثنائه فله حالتان. الحالة الأولى إما أن يطرد ولا يؤنس به، هو بيصلي وبعدين هاجم ده الرياء هاجم عليه، بدا يقومه، لا انا بخلص لله سبحانه وتعالى، ماليش دعوه بحد، انا مش بنظر لحد، انا بصلي، انا اصلا مفتتح الصلاه عقل لله وعمال يقوم، فهذا لا يضر صاحبه ان طرد هذا الوسواس، ويكون العمل صحيحا ان شاء الله والا فسد. الحاله الثانيه ان يانس صاحبه به. تمام؟ بقول له انت بتجمل صوتك، اصلا صوتي جميل، وروح ايه؟ ماسل. تمام؟ انت بتطول في الصلاه يعني ابتغاء نظر الناس، ايوه وماله نزود كمان شويتين عشان ايه؟ نعمل مصلحه من ورا ركعتين نسال الله العافيه. تمام؟ فهنا بيقول الحاله الثانيه ان يأنس صاحبه، فرجح الامام احمد وابن جرير رحمهما الله صحه العمل. بس فين؟ ها؟ يقول بدليل ما جاء في مراسيل ابي داود ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ان بني فلان يجاهدون ويحبون الجهاد. وهم افتواد بالطبع. فالجهاد ده يعني احلى حاجه في الاسلام، العباده اللي هي موافقه لايه؟ العضلات والمجالس والاستعراض، فدي حاجه يعني ايه حبينها على هواهم يعني. تمام؟ ومنهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد وجه الله. هم بطبيعتهم مجاهدين، ولكنه يدخل الجهاد مريدا للدنيا، عايز غنائم وعايز كذا وعايز يعمل صوره وعايز يعمل رعب في العرب لمصلحته الشخصيه. ومنهم من يريد الاخره، ناس بيحبوا الجهاد واصحاب قوه وكلام من كده، ولكن خدمه لدين الله عز وجل. ومنهم من يريد الغنيمه. فقال النبي كل ذلك في سبيل الله اذا كان اصل جهاده لله. اذا كان اصل جهاده لان الدافع للجهاد اللي خلاه يخرج بنفسه وماله الله سبحانه وتعالى. تمام؟ يقول هذا مرسل، والاصل عند المحدثين انه ضعيف،
إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم المرسل على الرأي إذا لم يجد نصا يدفعه. كان نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الأعلام أعلام الواقعين، إلا أن ظاهر النصوص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على فساد عمل أو على فساد عمل من آنس بالرياء وصاحب بقية أعماله. دي رواية عن الإمام أحمد، إلا أن نصوص وأصول المذهب تقتضي بطلان العمل، تقتضي بطلان العمل، وباعتبار قاعدة المحدثين في تضعيف الحديث المرسل يبقى الحديث ده لا حجة فيه، والقائلين بالجواز والصحة لا دليل عندهم، فتبقى الأصول المعتمدة في البطلان. أما القسم الثاني، هذا كان في إيه؟ فيما ينبني آخره على أوله. يقول أما القسم الثاني وهو الذي لا ينبني آخره على أوله، بل كان أجزاء مجزأة، بل كان أجزاء مجزأة، فكل جزء منه يعامل معاملة ما سبق من الجزء الأول. فإن قصد العبد وجه الله تعالى في بعض تلك العبادة دون غيرها كان له أجر نية، كان له أجر نية فيما قصد به وجه الله، وكان عليه وزر فيما قصد به غير الله عز وجل. كل ذلك ما لم يقصد بالعمل على وجه الجملة غير الله عز وجل، كأن يحرم الحاج قاصدا غير الله ابتداء، أو قاصدا التسميع ماشي، وعشان يرسمون السفينة والجبلين والحمد لله على السلامة يا حاج وعلي النورد وكلام من كده، فاهم ازاي؟ زي اللي كان ايه راح يعمل حاج كده فدفع فيه هو مراته 70,000 جنيه، الحاج 35 وهو 35 تمام. واحد بيقول له استاذ فلان، قال له كان ادفع 70,000 جنيه، عشان تقول له استاذ فلان، قول يا دي حاج فلان، تفهم ازاي؟ فهذا الناس الله العافيه والسلامه. يقول فان حده لا ثواب له عليه، لان النيه شرط في صلاح العمل هاهنا، خلافا ما اذا وقع الرياء في بعض المناسك دون بعض، يعني راء في الرمي، راء في الطواف، راء في السعي تمام، او في بعض الايه المناسك، يعني مما هو مفرد من مفردات هذه العباده. يبقى هنا مش هيبطل العمل سائرا، او مش هيبطل ثواب العمل سائره، ولكن يبطل ايه ثواب العمل الذي راى فيه. المساله الرابعه في المقصود من النيه. يقول يقصد من النيه امران، بنعمل ايه بيها يعني النيه دي؟ هذا معنى الايه السؤال. المقصود من النيه، يقول الاول تمييز العمل فيما اشتبه، فيما اشتبه من الصور، فيما اشتبه في الصوره تمام. الصلاه كلها صلاه، ها بس الظهر والعصر والعشاء ايه اللي يميزه عن بعض؟ النيه. الفرض من النافله ايه اللي يميزه عن بعض؟ النيه. الصيام صيام، نفس الاحكام هنا هي نفس الاحكام هنا، ايه اللي يميزهم عن بعض؟ النافله من الفريضه النيه. العمره الواجبه والعمره الفريضه الفرق النيه. الحج الفريضه والحج النافله الفرق النيه تمام. يبقى تمييز الاعمال، تمييز الاعمال تمام، وايضا تمييز العبادات من العادات. يبقى تمييز الاعمال المشتبهه في الشكل من العبادات، وتمييز العاده من العباده المشتبهه مع العباده، زي ايه؟ الغسل من الجنابه والغسل تلطفا وتبردا من الحر، او تنظفا من وسخ وقدر، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ مش حاجه شكل بعض، ده بينغمس في الماء جميعهم وده بينغمس في الماء جميعهم تمام؟ يعني الفرق بين ده وده، ده قصده يرفع الحدث وده مش قصده حدث خالص تمام؟ فهنا بيقول يبقى الاول تمييز العمل، والثاني تمييز المقصود من العمل. تمييز العمل نفسه، الثاني تمييز المقصود من العمل. يقول فأما الأول فإن النية يؤتى بها لتمييز العمل، والتمييز نوعان. الأول تمييز العبادات من العادات، ومثاله الصيام، فقد يكون إمساكا عن الأكل والشرب حمية لداء يخشى نزوله أو يرجى برؤه. حمية من باب الوقاية خير من العلاج يعني. ها؟ بيعمل رجيم، بيخسس، عامل إضراب. تمام؟ أهو ممسك. وقد يكون الإمساك بقصد التعبد لله تعالى، والفارق بين هذين العملين هو النية. فقد ميزت ما بين ما هو من باب العبادات وما هو الإمساك حمية، مش حمية، حمية نعم، وما هو من باب العبادات هو الإمساك بنية التعبد. يبقى النوع الثاني من التمييز تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة من أخرى ونفقة من مثلها، فصلاة الظهر والعصر إذا صلاهما المسافر جمعا وقصرا ها فإن النية هي التي يميز بها بين الصلاتين، مع كونهما وقع في زمن ومحل وهيئة واحدة. ركعتين الظهر قصر، نفس التوقيت هتجيب معاهم ركعتين العصر قصر، نفس المكان، بنفس الوجهة، بنفس الحال، بنفس الوضوء، بنفس الأذان، بإقامتين مختلفتين تمام. ولكن الشاهد إن المقصود إن اللي يميز هذا من هذا إيه؟ وده سر وده سر، وده في نفس المكان اللي يميزهم إيه؟ يقول وأما الثاني اللي هو تمييز المقصود، يقول أما الثاني فهو تحقيق المقصود من العبادة أو العمل مطلقا.
ايه المقصود من العبادة او العمل؟ يقول هذا الذي يتكلم عنه ارباب المعرفة والتربية والوعظ والسلوك، واكثر كلمات السلف عن النية من هذا الباب. يعني كلمات السلف والوعاظ المربين الكبار، فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، الحسن البصري، السري السقطي، الناس اللي هم الكبار ارباب التربيه والسلوك دول، لما يجي يتكلم في مبحث النيه ملوش دعوه بالتفصيل اللي انت قلته ده خالص. كل القضيه على مساله تجريد الاخلاص لله عز وجل ومعنى احسان العمل وابتغاء وجه الله. يقول واكثر كلمات السلف عن النيه هو من هذا الباب، كما قال ابن رجب رحمه الله، ابن رجب رحمه الله في شرح الاربعين، فهذا الامر يتعلق باخلاص التوجه لله جل وعلا في العمل ان كان من باب التقرب، وسبق التفريق بين النيه والاخلاص وان النيه اعم. طبعا الاستدلال من هذا المبحث الماتع اللي هو النيه على وجه الخصوص، تراجع بقى كتاب تعطيل الانفاس في شرح حديث الاخلاص سيدنا الشيخ سيد بن عفان 600 صفحه. تعطيل الانفاس في شرح حديث الاخلاص انما العمل به 600 صفحه. او اذا اردت ان تقرر القاعده بتفصيلها الامور بمقاصدها فعليك بشرح قاعده الامور بمقاصدها للاستاذ الدكتور يعني يعقوب الباح حسين من علماء العراق السلفيين نفع الله تعالى به. يبقى عندنا مبحثين اثنين، عايز تتوسع في باب التربيه والسلوك دونك واي تعطيل الانفاس، عايز تتوسع في القاعده الفقهيه من باب التاصيل الفقهي او التاصيل القواعدي، يبقى انت ترجع لكتاب شرح قاعده الامور بمقاصدها للاستاذ الدكتور يعقوب الباح حسين حفظه الله تعالى. كتبي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.